بعد انقطاع أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، أقامت شركة روتانا وبرعاية من الهيئة العامة للترفيه حفلا غنائيا للفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري، لتفتتح بذلك حفلات الرياض وفق الاحترازات الصحية المتبعة. أول شيء أبارك لأخواننا في السعودية وخاصة في الترفيه أنها تكون إن شاء الله بداية انفراج هذه الأزمة، والله إن شاء الله يفكنا ويفك شعبنا والخليج كله وبالذات في المملكة العربية السعودية من هذه الجارحة اللي فعلا وقفت حياتنا، مو بس وقفت يعني حتى أطفالنا حتى هذا. فالحمد لله نقول هاي بادرة طيبة، وإن شاء الله تكون افتتاحية خير وبادرة خير في كأول حفل. والحقيقة أنا سعدت حتى قبل شوي بالبروفة شفت الوضع وشفت الصالة تبارك الرحمن والترتيب والطريقة الفحص. دائما الهيئة وعلى رأسها أخونا العزيز أبو ناصر دائما يبحث عن الجديد والجيد ودائما يحثنا على أن نعمل، وإحنا معاه يعني حتى مرنا بظروف. يعني قبل هاي الفترة كان عندنا كذا حفلة وتكنسلت بسبب الظروف الجائحة، وكان موضوع عندنا عسل على قلبنا عادي يعني، وكنا نقول احنا وياك ايش ما يصير احنا تحت امرك. البداية كانت من الفنان نبيل شعيل الذي افتتح اولى ليالي حفلات الرياض ليشعل المسرح بالعديد من الاغاني، كان ابرزها افكر فيك ويا عسل واغنية ندمان الذي حققت نجاحا باهرا لتلامس 110 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب. والله بالعكس يعني كان متوقع لها، لان الاغنيه كانت جميله وكانت فكره جريئه ان واحد يغني بالالوان هذه الجديده، وبيني وبينك هذا يعني الواحد احنا يبحث عن دائما الجديد، ولقينا ان هذا اللون هو الدارج عند الناس، وحبيت انا يعني اثبت ان انا بامكاني انا اغني هاللون وانجح فيه، مو صعب علي. واستعنا طبعا في يعني قلنا منو افضل واحد يعمل هالاغاني، اللي هو اكيد طبعا علي صابر وغصي عيسى كشاعر، عندهم اعمال ناجحه جدا، وكان اللي يعني كان الترتيب شيء. وبعدين طبعا كان له علاقه مع الشاعر احمد صانع يعتبر هو اللي ماسك اعمالي وهو صديقي وعلى قولتهم. فقلت له احمد انا الجيل هذا الشباب الصغير ما اعرفهم، فهذول جيلك فشوف لي تابع لي. وكان الاختيار من ولدي عبد الوهاب، هو اللي قال نبي يبغى تكفى بك تغني حق علي صابر، فانا عرفت ان هذا الجيل الصغير يحبون هالاغاني، فحبيت يعني اسعد ابني واسعد جمهوري، فصار الاختيار ويابونا مجموعه اغاني وقعدنا نختار انا واحمد، ووقع اختيارنا على اغنيه ندمان، والحمد لله ربي لك تبارك الرحمن. قلت لك احبك للموت، قلت لك احبك للموت، وقلت لك احبك للموت. وفي الوصلة الثانية أطلت الفنانة أصالة على الجمهور في حفلها العشرون في المملكة، لتؤكد لجمهورها حضورها القوي والرائع كعادتها على المسرح كأكثر الفنانات العرب غناء في سماء المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرق بحرها لغرب عروستها. يعني سعيدة وإن شاء الله بتمنى أنه هيك نستمر بالالتزام بالقوانين، وأنا شايفة كل شيء يعني ببشر بالخير، الناس ملتزمين ومبسوطين بالالتزام لأنه بدهم نكفي بهالمشوار، لأنه يمكن يكون مشوار شوي طويل بعيد الشهر مشوار كورونا، فلازم نلاقي له حلول. فكون روتانا مع هيئة الترفيه بقيادة أبو ناصر الحبيب وسالم الغالي سالم الهندي أبو فواز، فيعني إن شاء الله بيكون الفن بخير وبنرجع هيك بنلتقى ونحافظ على القوانين. تغنت الفنانة أصالة أمام الحاضرين بالكثير من أعمال ألبومها الخليجي الذي طرحته مؤخرا، ومن الأغاني العربية القديمة والجديدة لتضيء سماء الرياض بهجة وحياة. هقدم القديم والجديد، الجديد لأول مرة، حاطة يمكن 9 أغاني من أغنياتي من ألبومي الجديد، ومبسوطة كتير كتير، وكنا مقررين أنا وسهم إنه إن شاء الله بالحفلات القادمة من بعد ألبومي الأخير افتتح بأنا معك، واليوم أول مرة بفتتح بأنا معك، وإن شاء الله على طول بفتتح بأنا معك معكم معكم كلكم. خليني أروح غني